ضيفك الكبير طبعا ناقدنا الرياضي الاستاذ طارق الادوره، ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان مستمرين داخل النادي الاهلي بالجزيره. معي مدير الفرع ومدير المقر الاستاذ خالد مرسي، بقول لك اهلا بك على قناه الاهلي، وتحيات الاستاذ محمد ليك والاستاذ طارق الادوره حضرتك. اهلا بيك واهلا بقناه الاهلي واهلا بالاستاذ طارق الادوره وبكل الناس في الاستوديو. اهلا اللي بقى بتستعدوا ازاي لهذه المباراه الهامه؟ يمكن انا عارف ان الشغل على قدم وساق من صباح باكر جدا، استعدتوا ازاي لهذه المباراه المهمه؟ لا هي الاستعداد مش من النهارده الصبح، ده احنا من امبارح يعتبر ما حدش روح. زي ما احنا قلنا امبارح احنا على اهبه الاستعداد وعلى استعداد كامل لاستقبال عضو النادي النهارده زي ما قلت امبارح للاحتفاليه ان شاء الله بامر الله بدون مقاطعه. احنا مجهزين اكتر من 11 شاشه بالمقر لاستقبال الاعضاء ومشاهده الماتش ان شاء الله. ثلاث شاشات عملاقه زي ما حضرتك، الشاشه الرئيسيه في الحديقه الرئيسيه عند المطعم الجديد والمبنى الجديد بتاعنا والملعب الترتان نمره واحد، ودي الحقيقه ده مستحدث تماما. انا موفر اكتر من 5000 كرسي غير الكراسي الاصليه دي اضافيه تماما عشان مفيش عضو يجي يلاقي فيه مشكله في قعدته ان شاء الله، ومظبطين الدنيا كلها. وانا بشكر اداره الخدمات معايا اللي من امبارح الحقيقه والامن اللي هم بصفه مستمره على هبه الاستعداد لان هو يزيل اي توتر واي مشكله في قعده العضو واي حاجه تعيق الرؤيه بالشاشه من الثلاث شاشات الكبار او اللي بالنسبه للصالونات اللي عندنا المقفوله. والحقيقه دي يعني كان اصرار من مجلس الاداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب والاداره التنفيذيه بقياده طبعا العميد محمد مرجان، اللي انا بقدم له الشكر من هنا الحقيقه. من امبارح ما سابنيش وما سابناش كلنا، هو بصفه مستمره بكل اللي هو فيه هناك، وطبعا هو مشغول جدا هناك، لكن الحقيقه دائما الاتصال بيا للاطمئنان على سير العمل هنا عندنا ان احنا ازاي نستقبل العضو النهارده وازاي نبقى مرتبين ان شاء الله بامر الله بدون مقاطعه للاحتفاليه اللي احنا كلنا مستنيينها النهارده ان شاء الله الساعه 11. 5000 كرسي بلس الكراسي الموجوده، يعني لو جالك النهارده مثلا من 15 ل 20000 عضو النادي قادر على خدماتهم ان شاء الله. واحنا كان لينا تجارب قبل كده في مناسبات عديده زي شم النسيم، زي الماتش يوم الجمعه اللي فات اللي ماتش في استاد القاهره، زي اي حفله في اعياد او كده. الحمد لله احنا مستعدين والمنافذ عندنا مستعده كامل الاستعداد لتوفير كل متطلبات الاعضاء من مشروبات من اكل من كل حاجه. ويكفينا فخرا ان احنا في النادي الاهلي، والنادي الاهلي ان شاء الله بكل الاساليب اللي في الدنيا كلها هو النادي نمره واحد على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا ان شاء الله. النهارده تبقى التاسعه لينا بامر الله تعالى، والشكر حلو ليكوا ان شاء الله يبقى علينا كلنا جميعا. وكل الاعضاء اللي انت شايفها النهارده اللي بتتوافد باعداد غفيره جدا من الساعه قبل الماتش بخمس ساعات اهو، واحنا من الصبح الاعضاء موجوده وقاعده. بس انا بطمن كل الاعضاء مفيش حجز كراسي ولا حاجه، كراسي متوفره باعداد كبيره جدا. اللي عايز يجي 25000 واحد النهارده مستعدين ان احنا نقابلهم ان شاء الله عشان كلنا نحتفل ان شاء الله الساعه 11 بالكاس التاسعه للنادي في مكانها الطبيعي النادي الاهلي. شكرا ريس. شكرا جزيلا. شكرا. كان زميلي محمد ده كان لقانا مع مدير المقر الاستاذ خالد مرسي. التاسعه يا اهلي الليله، ليلتك يا اهلي باذن الله. دعواتنا ودعوات كل المصريين بفوز النادي الاهلي النهارده، باحتفالنا النهارده الاهلي تاهل لكاس العالم للانديه، حلم كل الاهلاويه، حلم كل المصريين. زميلي محمد لك الكلمه مره اخرى، اتفضل.